النهارده كشك ألمص. ايه بقى كشك ألمص ده يا عمي؟ عمي ابراهيم تمام بيقول لك اكسبلين تو مي اباوت ذيس كشك ألمص. هو الراجل بيكلمني بانجليزي وانا ما بفهمش اصلا عربي. قال لي اشرح لي ايه هو كشك ألمص. كلمه ألمص دي ان انا عندي حبيبات الكشك ده الصعيد اللي جاي من المنيا وبيجي من سوهاج ومن اسيوط من الصعيد الجواني. بيعملوه ده بالنسبه لهم كفاكهه. ده لما نبل له دلوقتي في حبه لبن نحطه في شويه لبن كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم ونسيبه نص ساعة وبعد كده نخليه يوم يفك مع بعضه في السخونية بعد كده يبقوا حبيبات الفريك باينة بنقول عليها ألمص. لكن أهم حاجة عندي هنا البوكيه جرنيه اللي هنحطه دلوقتي كده اللي هو لازم يغلي. هنا ناخد شوية ملح ادي شوية فلفل دي في الشوربة بتاعتي ادي كمان سنة ثوم صغيرة مش كتيرة اهو وادي كمان شوية ملح يبقى دي الشوربة بتاعتي شغالة هي زي الفل كده. ده الزبادي مع شوية الدقيق عايزهم يخمروا كده بفرم البصلية بتاعتي كده اضرب بقى بسرعة عشان ما يكلكعش مني اهو كده نصلي على الحبيب واللي قصده عمره ما يخيب كده بدأ يتقل معايا اهو ايوه عايزه يتقل كده معايا ويتقل يتقل ويسأل على ما يسألش كبشة شوربة من بتاعتنا نزود بيها اهو الله 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 اللهم صل عليك يا محمد وكده بنقلمز الألمز ازاي هو في حبيبات الكشك اهي ولكن ازود له بقى ايه ادي الفراخ كده عشان ما يبقاش قرديحي وبعد كده اروح مديله شويه ايه بصل في الانسيرت جوه اهو كده عشان ما يعومش معايا البصل فوق الوش واحده واحده